بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحباب، إن الأخلاق هي ميزان هذا الدين، والأخلاق هي كانت سببًا من أسباب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من أسباب مبعث النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء لنشر الأخلاق الطيبة، الأخلاق الفاضلة، الأخلاق الحميدة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من تعليل بعثته صلى الله عليه وسلم أنه بعث صلى الله عليه وسلم لينشر الأخلاق الحميدة. وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ولم يكن فاحشا ولا متفحشا صلى الله عليه وسلم. فالأخلاق الحميدة أيها الأحباب، الأخلاق الحسنة كما يقال عنها، الأخلاق الحسنة باب في القلب مفتوح إلى جنات الله ورضوانه، والأخلاق السيئة باب في القلب مفتوح إلى نار الجحيم. فالأخلاق الحسنة تعلو بصاحبها إلى أعلى الجنان، والأخلاق السيئة تنزل بصاحبها إلى أسفل السافلين. لذلك يجب على الإنسان أن يتخلق بالأخلاق الحسنة. كان أحد الصالحين يقول رضوان الله عليه: الأخلاق الحسنة حسنة لا تضر معها سيئة، والأخلاق السيئة سيئة لا تنفع معها حسنة. تخيل أيها الأخ الحبيب، أيها الأخت الحبيب، الأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة، هذه الحسنة ترفع صاحبها. والله لو لم يكن فيها إلا هذا الحديث لكفى. يقول صلى الله عليه وسلم: أحبكم إلي، أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك يا رب، واجعلنا من أقربائه في الجنة يا رب العالمين. أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا. من يا رسول الله؟ من هذا الذي سيكون حبيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هذا الذي سيكون قريبا من النبي، يجلس بجوار النبي وبجوار الصحابة الكرام رضوان الله عليهم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. ألا يكفي هذا الحديث أن نحسن أخلاقنا؟ ألا يكفي هذا الحديث أن نراجع أخلاقنا وتعاملاتنا مع الناس ومع أنفسنا؟ الأخلاق الحسنة أيها الأحباب، الأخلاق الحسنة تقريبا كتاب ربنا سبحانه وتعالى القرآن، ما في صفحة في صفحة في القرآن كله إلا وفيها أخلاق. إما يأمرنا الله عز وجل بأخلاق فنتخلق بها، أو يأمرنا بأخلاق فننتهي عنها. فالأخلاق هي ميزان دين الإسلام. الأخلاق كانت سبب مبعث من أسباب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. الأخلاق تجلسك بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، الأخلاق تجعلك حبيب للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل فقال: يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فقال: يا رسول الله، من أحب عباد الله إلى الله؟ من أحب عباد الله إلى الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت الصحابة من حوله، حتى قال الراوي: كأن على رؤوسنا الطير. فقال الرجل: يا رسول الله، من أحب عباد الله إلى الله؟ وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من هذا أن يعيد السؤال حتى يستوعبوه جميعا، ليستعد لإجابة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال الرجل: يا رسول الله، من أحب عباد الله إلى الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنهم أخلاقا. أحب عباد الله إلى الله أحسنهم أخلاقا. اللهم اجعلنا من أحبابك ومن أحباب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا ربنا الأخلاق الحسنة الطيبة التي تكون سببا لسعادتنا في الدنيا وسعادتنا يوم أن نلقاك، وأن ترزقنا بهذه الأخلاق جوار نبيك صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.